سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ البنات والولاد كانت سليمة ما سمحوا ليا. سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كيف ما كتشوفوا؟ اليوم غادي نصاوب معكم واحد الشناك اللي كيجيو قطنيين، كيجيو اسفنجيين كيف ما كتشوفوا، ولداد 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 بزاف، وساهلين يعني في التحضير، ناجحين 100%. خصكم غير تبعوا الطريقه من الاول ديال لا فيديو حتى الاخر، وان شاء الله غادي تنجحوا. هاد لي شناك هادو وهاد لي بان سويس راه كيجيو لداد. نبداو على بركه الله البنات، كيف ما كتشوفوا هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، جوج معالق كبار ديال البودره ديال اللوز، هذه غير اللي ما عندوش ما يديرهاش، جوج معالق كبار ديال حليب نيدو، وجوج معالق كبار ديال سنيده، والماء دافي، والشوكولا شوكولا ديال كوكيز سبيسيال، والزبيب للتزيين. هذا الشيء اللي كاين البنات، وقبيصه ديال الملح بطبيعه الحال. المهم كنخلطوا المكونات كلها مع بعضها، وكان ندير المسائل كلها بالناشف، ما كنديرش الماء حتى، كنخلط كلشي. و نسيت البنات، سمحوا لي الزيت والزبده نسيتهم، كنقول شنو نسيت شنو نسيت. ومعلقه صغيره عامره ديال الزبده، وربع كاس ديال الزيت، صافي. وغنبدا نخلط في الخليط ديالي، تنبسطو مزيان ونضيف ليه الماء. صدقوني البنات كيجي ولداد 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 بزاف، وداك الحليب ديال نيدو وداك اللوز كيضيف لهم عاوتاني لذة خاصة. ولكن لما كانش ماشي مشكل، ما نديروش. المهم كنجمع العجينة ديالي بحال هكا، نجمعها العجينة خاصها تكون مقاصحة، ما تكون بحال العجينة ديال المسمن. المهم البنات، من بعد ما جمعت العجينة ديالي خليتها تضعف الحجم ديالها، يعني غطيتها تضعف الحجم ديالها، ما صورتش هذيك ما صورتش اللقطه، يعني كلشي كيعرف ان العجينه كنسدو عليها فشي، نغطيوها في فيلم اليمونتير حتى كتخمر. المهم بعد ما طلقتها لا كريم باتيسير عندي مصاوبه من الصباح باش تبرد، باش ما كطيبش لي العجينه، ما كتبقاش تخرج لي من الجناب ملي بغي نقطعها. صافي طليت لا كريم باتيسير، ودرت الشوكولا ديال الكوكيز والزبيب، وانا كنلوي دابا لي شناك ديالي، كنلوي العجينه ديالي على داكشي، وغنبدا نقطعها بالخيط كيف ما كتشوفوا، باش كتبقى لا فورم ديالها مقاده. ما كان حيت لا درناها بالموس كتعوج، يعني ما كتبقاش دائريه، بالخيط بحال هكا كتبقى دائريه. والنص ديال العجين الاخر غادي ندير به دي بان سويس، اللي ايطاليت غير نص ديال لاباط بلا كريم باتيسير، وغادي ندير هنا غير الشوكولا، ما غاديش ندير فيها الزبيب كيف ما كتشوفوا. وغادي نتني هذاك النصف الاخر، وغادي نشدو شيئا ما من الجناب، وغادي نقطعوها هكا على شكل مثلثات كبار، ما غاديش نديرهم دابا صغار. عيانه ما شكيت عليكم، ما فيا ما يبقى يلعب داكشي الصغير، كيخصو خاطرو، كتشد لك العجينه وخصك تعاود هذا. صافي، ودرت الصفر البيض مع شويه الحليب ونسكافي به، دهنتهم، ودابا من خرجتهم البنات دهنتهم بواحد شويه ديال الناباج من الفوق، باش كيعطيهم ديك لابغيونس. اللي ما عندوش الناباج يمكن ليه صابغي ان سيرو ولا بلاش كاع، كيجيو ولداد البنات ومفشوشين، وصراحه كيستحقوا تجربه، وجربوهم وردوا عليا، راهم ساهلين بزاف بزاف بزاف. عجنت العجينه تاع العشيه صراحه، وخليتها خمرت واحد الساعه حتى ساعه وربع. المهم قد ما خمرت العجينه قد ما مزيان، كترتاح العجينه صافي، وكتخدمي الخدمه ديالك، وكتكوني شي على الفران وبالصحه والراحه. نبغيكم تجربوهم البنات، راه كيجيو زوينين زوينين بزاف، زعما صراحه خفاف وما كيتقلوش وما كتشبعوش منهم، وما حلوينش بزاف، يعني لان يعني ما دايرينش السكر بزاف في العجينه، كيجيو لذاد. بغيتكم تجربوهم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنساونيش خبر فراسكم.